هنروح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتحظى باهتمام كبير من الدولة، وكانت مسار نقاش النهاردة في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كان أبرز ما تم طرحه بشأن قطاع المشروعات الصغيرة خلال الاجتماع هو مقترح لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية. هنتابع مع حضراتكم هذا العرض اللي بيخص هذه المشروعات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. معانا على التليفون أستاذ أحمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير وأهلا بيك يا أستاذ أحمد. قلنا شايف إزاي الاهتمام الحكومي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار حوافز لدعمها؟ مساء النور، برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالطبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت اهتمام كبير جدا في الفترة من بعد 2015. قبل ما أتكلم عن الاهتمام بتاع الحكومة، عايز الأول أحدد مفهومنا للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. واللي عرفها البنك المركزي بتعريف موحد هو ان المشروعات اللي بتبدا حجم مبيعاتها حتى مليون جنيه بتعتبر مشروعات متناهيه الصغر. المشروعات الصغيره هي اللي مبيعاتها من مليون وحتى 50 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطه اللي بتبتدي من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه. طيب ايه اللي الحكومه عملته في الفتره من 2015؟ شفنا مبادره البنك المركزي المصري بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، ومنح البنوك مهله 3 سنوات لتوفيق اوضاعهم، بحيث انها تصبح المحافظ الائتمانيه للبنوك. 25% من محافظ البنوك المفروض توجه للمشروعات الصغيره والمتوسطه بقروض مدعومه تصل الى 5% في وقت كانت في الفوائد في مصر اللي بيحصل عليها المودعين اللي بيحطوا اموالهم في البنوك تصل الى 20% و19% او 15% في وقت لاحق. يبقى حصلوا على تمويل مدعوم بنسبه كبيره، ده الجزء الاولاني. التمويل ده ساهم في ان ضخينا مبلغ 117 مليار جنيه في المشروعات الصغيره والمتوسطه. خلقت فرص عمل كبيره في الدوله. هنتكلم عن قطاع تقريبا بيمثل 60% من حجم الاقتصاد في مصر. قطاع معظمه غير رسمي، ساهم جزء منه المبادره دي، ساهمت في دخول جزء من القطاع غير الرسمي ده للقطاع الرسمي. معظم المشروعات الصغيره دي كانت بتعاني من مشاكل في التمويل. صاحب المشروع بيكون عنده مكنه او عنده مكنتين، مشغل 10 15 عامل، ما عندوش ميزانيات معتمده، مش قادر يدخل على البنوك وياخد منها قروض لان البنوك بتتطلب اوراق ومستندات وما الى ذلك. قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، قانون اللي تم اصداره في 2020 هو قانون 152 لسنه 2020، سهل الموضوع ده، خلق منظومه تقييم ائتماني جديده للمشروعات الصغيره والمتوسطه بحيث ان بيبصوا على حجم المبيعات، ومنح المشروعات الصغيره والمتوسطه اعفاءات ضريبيه كثيره. يعني ممكن نتكلم عنها بالتفصيل طبعا، هي اكيد ارتفاعات كتيره جدا طبعا. طب لو اتكلمنا عن الحوافز كمان اللي تضمنتها لائحه قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، ازاي اللائحه دي بتساهم في التيسير على اصحاب هذه المشروعات وتقدم ليهم الدعم؟ طيب القانون 152 لسنه 2020 ده تضمن حوافز كبيره جدا، بدايه من اعفاء من ضريبه الدمغه، رسوم التوثيق، تاسيس الشركات والمنشات، عقود التسهيلات الائتمانيه، والاعفاءات دي استدامت لمده 5 سنين من تاريخ القيد في السجل التجاري. طيب لو هنتكلم عن الجزء الخاص بالضرايب واللي كان بيمثل ازمه كبيره جدا للمشروعات دي، ان هي مش عارفه تعمل ميزانيات تسدد فيها ارباحها وتصرف بيها ضرايب. وزاره الماليه والاول مره في مصر بتشوف ضريبه قطعيه بتطبق على المشروعات دي. يعني اي مشروع مبيعاته اقل من 250 الف جنيه هيدفع 1000 جنيه بس. ولو مبيعاته من 250 الف ل 500 الف هيدفع 2500 جنيه. ولو مبيعاته
من 500 ألف لحد مليون هيدفع 5000 جنيه، فأصبحت الحسبة سهلة. أصبح الراجل هو عارف هو باع بكام وهيدفع كام ضرائب، بعيدا عن التعقيدات اللي بتخص قانون الضرائب الخاص في الشركات الكبيرة. طيب في جزء ثاني، الشركات بقى اللي مبيعاتها أكبر من مليون لحد 200 مليون هتدفع 0.5% بس. طيب الشركات اللي من 2 مليون ل 3 مليون تدفع 0.75 أو يعني 3/4%، ولو المبيعات من 3 إلى 10 مليون هتدفع 1%. طيب كل الدعم ده مش بس يعني القانون مش بس وضح الجزء الخاص بالمعامله الضريبيه للمشروعات دي، لا ده وحد جهود 25 جهه حكوميه من بينها بنك مركزي هيئه الرقابه الماليه، وزاره التخطيط، التنميه الصناعيه، وزاره التعاون الدولي، علشان خاطر يحطوا استراتيجيه كل سنه يقولوا فيها هيتم تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه دي بكام. وطبعا وجود وزاره التعاون الدولي في الموضوع، لان المشروعات الصغيره والمتوسطه نشاطاتها مرتبطه بنسبه كبيره لانشطه التنميه المستدامه اللي هي تم اقرارها في يعني اهداف الامم المتحده الامميه، يعني اللي هي الجزء الخاص بخلق فرص عمل وتسجيل المراه ومكافحه الفقر وكده. فده بيضمن ليهم ان هم يقدروا يحصلوا على تمويلات بفائده مدعمه او في شكل دعم. ده بالاضافه الى وزاره الماليه، وزاره التعليم العالي ساهمت في ان هي تعرفهم ازاي يسجلوا براءات اختراع، الجزء الخاص بالتدريب الفني والمهني من خلال اطلاق منصه الكترونيه من جهاز تنميه المشروعات الصغيره، وزاره التنميه الصناعيه مشكوره تخصصت 30% من الاراضي المتاحه في المناطق الصناعيه والسياحيه والمجتمعات العمرانيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه دي. فده كله يعني وجود تركيز من الدوله لدعم هذا القطاع اللي اكيد الدوله بصره ان هو احد القطاعات الاساسيه لتنميه الاقتصاد، وهو الشريان الاساسي الخاص بفرص العمل في الاقتصاد. طب كلمنا عن اهميه كمان يا استاذ احمد مشاركه المشروعات الصغيره والمتوسطه في المعارض المحليه والمعارض الدوليه ايضا. طيب خلينا نتكلم ان اول مشكله بتواجه اي مشروع صغير او اي مشروع بشكل عام هو المبيعات، هو ان هو يبيع، والمبيعات هي في الاساس معتمده على ان العملاء يعرفوا المنتج بتاعه. طيب لو المشروع الصغير والمتوسط كان او طبعا ما عندوش قدره ان هو يعمل معارض زي الشركات الكبيره، فاذا المعارض اللي الحكومه بترتبها بحضور وتدعو فيها المشروعات الصغيره والمتوسطه والناس اللي شغالين في القطاع ده بيساهم ان هم يعرضوا منتجاتهم محليا ودوليا. هنتكلم عن معارض محليه ودوليه. طب ايه كمان؟ بيساهم ان هم بيقدروا يبنوا شبكه علاقات مع الموردين، لان هو ما بيبقاش موجود لوحده، هو موجود والمورد ان هو بينتج جزء ثاني، ان هي في النهايه هي سلسله صناعيه، كل واحد بينتج فيها حته. فهو موجود وزميل ليه اخر او مشروع اخر بينتج جزء ثاني يقدر يتكامل معاه واخر وغيره وغيره، فبيقدر ان هو يعمل يخلق قاعده بيانات أو يعمل علاقات مع الموردين والعملاء بتساهم في دعم البيزنس بتاعه. العلاقات دي بتساهم بشكل أساسي في زيادة المبيعات. طيب كمان المعارض دي بتوفر فرصة إن هم يشوفوا المنتجات الأخرى المشابهة، منتجات المنافسة، أحدث أساليب الإنتاج، أحدث المنتجات. فالمعارض دي في الأساس هي مش بس لزيادة المبيعات أو إن أنا أعرض أقول أنا ببيع إيه أو أنا أنتجت إيه، لا ده بقى ببني علاقات، بشوف، بتعلم، بعمل شبكه من الناس اللي بتشتغل في نفس الصناعه، فيقدروا ان هم يكونوا ان جي اوز او يكونوا منظمات غير حكوميه. بالظبط، منظمات غير حكوميه قادره ان هي تطور من الصناعه وتدافع عنها، وان هي تخلق فرص عمل اكثر في الصناعه وتنمي وتبقى قادره على المنافسه بشكل افضل. بالتاكيد، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد بيومي، شكرا لك.